أهلا بكم من جديد. في محافظة حجة يفتقر النازحون من ذوي الاحتياجات الخاصة للرعاية وتوفير العلاج المخصص لهم فيما يغيب دور المنظمات الإنسانية. يتسع إطار المعاناة جراء الحرب في اليمن ليشمل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، كما هو الحال في مخيمات النازحين بمديرية عبس بمحافظة حجة، والذي نزحت إليه آلاف الأسر جراء المواجهات الدائرة في الشريط الحدودي. معوقين، مدهورين من الحروبات هذه، أكثرهم قدم مشوهين. الحريم جابين الأجهاض، المخيمات معانا خيام مقطعة، حالتها حالة، ولا صروفات زي ما الناس صروفاتنا. جينا كيس بر للأسرة حبوب، يعني بعد 3 أشهر نصرف كيس فقط. عندي هذا البنت يعني عندها ضمور وحالة نفسية يعني من مدة طائلة، وخاصة مع الحروب ازداد حالتها، خاصة مع الضرب ومع الفجايع ومع النزوحات ومع هذه الأحوال. وكذلك أخوها غير موجود الآن، هو بنفس الطبيعة، أخوها يعني بنفس الطبيعة وحالتهم في هذا الحال، والشكوى على الله سبحانه وتعالى. كذلك عندي 2 يعانوا من الأنيميا، 2 صغار مشردين في بني حسن، لا مأوى ولا صرفه ولا شيء. نحن وعندنا بنت معوق لا توجد نوجد لها حق العلاج، وأصبحنا مشردين من دون أي فائدة في هذا المحل. حتى البيوت ما معنا بيوت زي الناس، لا تجدينا من المطر ولا تحجي علينا من الشمس ولا توقينا من البرد. عشرات المعاقين هنا يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، معاناتهم ومطالبهم تمسي وتصبح معهم كل يوم، بأمل تتسع فسحته وتضيق كلما طال أمد هذه الحرب، رغم أن ما يحلمون به لا يتجاوز الحياة الكريمة من علاج ومسكن وبنية تحتية صديقة لهم. وإحنا مشينا تشردنا وبنينا بين الصمر وبين المياج وفي الدنايا، ولا لقينا حق غواش ولا حق علاج ولا حق أي حاجة، نحن مشردين. لا يوجد علينا علاج، لا يوجد علينا مستشفيات، ولا يصل علينا أي حاجة. وهذه حقوق الإنسان، اللي يقول حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، لن نشوفها ولن تتواجد عندنا ولن يجينا منها أي خبر. هم يقولون لنا حقوق في حقوق الإنسان وفي المنظمات الإنسانية، ما شفنا أي حاجة. معاقين تعبانين، تمام، يعني أمراض مستعصية، أمراض كبد، وإذا عنده أمراض يعني حالة نفسية، وذا يعني كله يعني حالتهم تشكي إلى الله سبحانه وتعالى، تمام، ماشي. لا معهم لا مصاريف ولا معهم يعني ولا في مستشفى هنا ولا في أي حاجة، يعني يموت واحد في مكانه ما في شيء علاجات. حالات الأشخاص ذوي الإعاقة تزداد تدهورا، لا سيما من يعانون من الإعاقات الجسدية أو النفسية، نظرا لانعدام الأدوية وتردي أوضاعهم المعيشية. قابل ذلك عجز المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية على القيام بدورها في توفير الرعاية الصحية لحالاتهم. تتحدث مصادر أن اليمنيين أنفقوا ما يقارب 300 مليون دولار على الطاقة الشمسية خلال عام واحد في ظل حاجة الناس للكهرباء مع استمرار انقطاعها. على امتداد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، تنتشر بكثرة لافتات محلات لبيع الألواح الشمسية بمختلف أحجامها وأنواعها، وانتعشت أسواقها وارتفعت مبيعاتها بشكل غير مسبوق، وباتت ملجأ الآلاف للحصول على الكهرباء في ظل أزمة طاقة تسببت فيها الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد والحرب الدائرة. ومع ذلك لا تزال الجهات الحكومية المعنية لا تمتلك أي خطة أو آلية لتنظيم الأمر. ظاهرة يعني بدأت في الاتساع نتيجة الاحتياج لها، ولم يكن لها الجهات الحكومية جاهزة للتعامل معها. فبالنسبة لهذه المواصفات، أنه لا يوجد حتى الآن مواصفة بتخص الطاقة الشمسية، ولكن نحن الآن بصدد، طالما أنه قد الآن أصبحت شيء موجود وشيء فرض نفسه على الواقع والمجتمع اليمني، فنحن إن شاء الله نحن بصدد المراجعات المواصفة الدولية ومحاولة الاستناد إليها والاستعانة بإيجاد مواصفة يمنية خاصة بالطاقة الشمسية إن شاء الله. أخبار اقتصادية أشارت بتقارير تناولتها بعض المواقع الإلكترونية أن 300 مليون دولار إنفاق اليمنيون على الطاقة الشمسية خلال العام الواحد،
لتصبح بذلك أكثر تجارة مزدهرة تنتشر في كل مكان، ولم يقتصر بيعها على محلات بيع الإلكترونيات وإنما طغت على محلات الأجهزة الأخرى. هنالك بعض التقارير التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر غيرها من المواقع أشارت إلى أن إلى الآن ما أنفق لهذه الألواح الشمسية ما يقارب 300 مليون دولار، وهذا مبلغ مهول جدا. هذا يدل على أن هنالك يعني سلع جديدة دخلت السوق، لا نعلم قد تكون بطريقة رسمية وبطريقة غير رسمية. هذه المنتجات هل هي رديئة؟ هل توجد فيها مواصفات الجودة الكواليتي؟ هل هنالك رقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على هذه المنتجات؟ الآن حتى السخانات، الكوايات، كل شيء في السوق تغير 180 درجة. النفايات الإلكترونية خطر صامت يهدد البشرية ويتضاعف وجودها يوما بعد يوم دون رقابة من الجهات المعنية، لتصبح اليمن مساحة للتجارب ومقلب العالم للأجهزة التالفة مجهولة الهوية التي تغزو الأسواق اليمنية. السخانات الغاز للمياه هي حديثة في اليمن ووصلت مع الظروف التي تمر بها البلد هذه الأيام، فغالبا ما تحدث فيها مشاكل وهي تسريب الغاز ما يؤدي إلى اختناق المواطن داخل الحمام ولا يشعر إلا وهو طريح الحمام يعني ملقى على الأرض. أيضا تسريب الغاز قد يؤثر على الأسرة بأكملها. تلاعب بالأسعار ورداءة جودة في الأغلب، ومحلات مستحدثة باتت تمتلئ الأسواق بالكثير منها، ومع ذلك يتم الإقبال عليها من قبل المواطنين باعتبارها حلا يواجه وضعهم الراهن. ولسان حالهم يقول يتمسك الغريق بقشة. في ظل انتشار المحطات المتنقلة لبيع البترول ومحطات الغاز في الشوارع والأحياء والأزقة بشكل كبير دون أي ضوابط للسلامة والأمان، ما يشكل خطر يتهدد حياة الناس. لا يستطيع أحد أن يمنع استخدامها، هي ضرورة من ضروريات الحياة، لكن الوضع الراهن جعلها تنتشر على الأرصفة وفي الأسواق الرئيسية وبالقرب من الأحياء السكنية والمنازل ووسط الزحام بشكل كبير. إنها المشتقات النفطية. صحيح الأسواق السوداء لبيع المحروقات وجد المواطن ضالته منها بعد أن اختفت عن المحطات الرسمية، لكنها باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس في حال حدوث حرائق لا سمح الله. بشكل خطورة أمام البيوت وأمام الأطفال وأمام السيارات وأمام ذا، وما بش حماية لأنه سوق سوداء، لكن المفروض ما بش دولة إني توفر في المحطات الرسمية في ذا، فقد الناس بينضروا إنه يرجع إلى السوق السوداء. طبعا أكيد هذا يشكل خطر كبير على المواطنين، على وسائل النقل، على المرة، على بحيث إنه الآن أصبح بشكل متكرر وكبير جدا، وكل ما مثلا 15 متر تحصل نقطة بيع بنزين. مع استمرار الحرب والأزمة الراهنة، فإن نقاط الأسواق السوداء لبيع البنزين تتزايد يوما تلو آخر. فمنذ بداية الحرب وحتى الآن بلغت نقاط البيع في أمانة العاصمة فقط أكثر من 650 نقطة. الخطورة في الأمر أنه لا توجد أدوات الأمن والسلامة التي تحد من الخسائر في حال وقوع حرائق أو ما شبه ذلك، الأمر الذي بات يغلق المواطن. طبعا يسبب لنا قلق وجود بيع المشتقات النفطية في الأسواق وقرب المدن السكنية كونها سريعة الاشتعال، لذلك نطالب الجهات المختصة بنقلها لأماكن محددة في محطات واختفاء السوق السوداء من الشوارع. نظرا إلى عدم وجود وسائل حماية وسائل سلامة، فهذا يشكل خطر كبير على المواطنين بشكل كبير. الأسواق السوداء خففت الكثير من معاناة المواطن في الحصول على مادة البنزين، وإذا كان تواجدها ضروريا بسبب الأزمة الحالية فلماذا لم تقم الجهات المختصة بتحديد أماكن خاصة لهذه الأسواق بعيدا عن المنازل والأحياء السكنية والأسواق الرئيسية والشوارع العامة، وإلا فإن خطورتها أكثر من نفعها.
أفرزت الحرب والمواجهات ثقافة جديدة لدى الشارع اليمني خاصة بين الشباب، تتمثل في الاهتمام بأنواع الأسلحة وأسعارها، ليصل الأمر إلى انتشار صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي تختص بهذا الأمر. تماشيا مع ما تعيشه اليمن من أعمال عنف وحرب، تتسيد الأسلحة بمختلف أنواعها حديث الناس، لا سيما شريحة الشباب. اهتمام الشباب بمتابعة الأسلحة لم يعد على حمله والتفاخر به، بل تعدى ذلك ليحوز على اهتماماتهم على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. يمكن القول أن الإنسان ابن بيئته. الشباب فترة يبحث الإنسان فيها عن هوية، فعندما لم يجد أمامه إلا السلاح فإنه سيجد هويته في هذا السلاح. ثانيا الوضع المعاش يعني الذي نعيشه هذه الأيام من الحرب من الدمار كلها سلاح، يعني مفهوم الطاغية والسائد في البيئة هو السلاح. ما يعانيها اليوم الشباب من مشاكل ومن الأحداث التي جريت في اليمن سببت على المستوى الوعي الثقافي، حتى أن الشباب بدل أن يميلوا إلى الأقلام والدفاتر وغيرها ومشاكل يعني التعليم أصبحوا الآن يميلوا إلى السلاح. هذا من جمع له شوية زلط صار يشتري له بندق. برزت مظاهر اهتمام الشباب بثقافة السلاح في إنشاء ناشطين صفحات على فيسبوك تتيح عرض أسلحة متنوعة للبيع، بينها ما هو خفيف وثقيل. فهذا هو ما يريد فيه ترويج أصحاب السلاح، يريدوا أن يروجوا سلاحهم ويريدوا أن يطرحوا أن يبيعوا أكبر كمية ممكنة من الأسلحة. هذه الأيام لاحظ كثير من الشباب دخولهم لمواقع الأسلحة للتعرف على أنواع الأسلحة بشكل عام، أسعارها، طريقة بيعها، كيف الحصول عليها، حتى على مستوى الأطفال. يعني تلاحظ أن الأطفال يدخلون على المواقع لمعرفة أنواع الأسلحة الجديدة. يعني أصبحت عادة وتقاليد الشعب اليمني هي من زمان في السلاح، لكن عملية البحوث عليها في النت أصبحت بشكل كبير في الأيام الأخيرة هذه. كما يحرص البعض الآخر من مرتادي مقاهي الإنترنت على متابعة كل ما هو جديد من خلال ما تعرضه مختلف الشركات المصنعة للسلاح في العالم والمتاحة تصفحها وهي متوفرة بشكل كبير ومتابعة على شبكة الإنترنت. وفي حين تقترب ثقافة الاهتمام بالسلاح من أن تكون هي السائدة على اهتمام السواد الأعظم من الشباب اليمني أكثر من أي وقت مضى، يدعو بعض الشباب إلى ترك الاهتمام بالسلاح لمن أوكلت لهم مهمة الدفاع والأمن، كما يحذر أكاديميون من تداعيات تدافع الشباب نحو السلاح دون ضوابط. فكثير من مساوئ السلاح في الأول والأخير هي نتائجها كارثية إذا لم تضبط. حتى في الدول المتقدمة السلاح له تراخيص، له ضوابط معينة، لأنهم يعرفون ما هي النتائج التي يسببها فلتان السلاح. يجب على الناس أن يعوا وأن يتركوا هذا المجال للجيش المتخصص وإلى قوات الأمن المركزي أو غيرها من الوحدات المتخصصة في هذا المجال، وأن لا يجروا أطفالهم إلى هذا القتال. ليس الخوف من أن يختطف السلاح جل اهتمام الشباب ما دام والواقع حرب يعيشونها ويتعايشون معها، لكن القلق يظل في جهل التعامل مع السلاح وضوابط استخدامه التي أزيغت بسبب غيابها كثير من الأرواح في اليمن في حوادث عبث بالسلاح وجهل في استخدامه.